زي ما بقول لك انا بوجه رساله للالترز والوم يا جماعه احنا مكملين لبعض، انتوا جماهير مهمه جدا بالنسبه لنا وعنصر مهم جدا بالنسبه لنا. انا كحسام البدري كان نفسي الفتره الجايه كنت انا يعني على عاتقي واخدها ان هيبقى في مني اصرار للمطالبه بعوده الجماهير لان انا محتاجهم، وبالذات وانا داخل على السيمي فاينل وداخل على افريقيا كان وجودهم معايا مهم جدا، ويمكن وجهت لهم اكتر من رساله، انتوا وجودكم مهم جدا معايا. فارجو ان يكون في لغه حوار، ارجو ان انتوا تتاكدوا ان احنا كل تركيزنا على حقوق الشهداء، اداره وجهاز فني، الكلام ده طبعا ما بيروحش عن بالنا خالص. فارجو ان احنا يبقى في لغه حوار بيننا ونتكامل مع بعض تاني، لان احنا بنبقى قدوه في كل حاجه، النادي الاهلي وجماهيره وجماهير الالتراس احنا قدوه في كل حاجه، فاعتقد لابد ان احنا نرجع قدوه تاني ان شاء الله. الاساس بالنسبه لي طبعا الدوره للنهايه، عندي مباراه مهمه الزمالك طبعا ببص لها باعتبارات عقليه شويه، هيبقى عندي نواقص كتيره جدا لكن هلعبها بالمتاح عندي، احاول برضه احط في اعتباري ان ممكن جدا يحصل نتيجه لصالحي في المباراه اللي هتقام بين تشيلسي ومازيمبي، بحاول ابقى الاول برضه. دي كلها الاهداف اللي انا بسعى بيها، لكن الهدف الاساسي بالنسبه لي هو السيمي فاينل ان شاء الله. كابتن حسام، يعني رغم الغيابات الكثيره النهارده ورغم الظروف الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي، ولكن كان واضح ان في اصرار على تحقيق الفوز النهارده واضافه بطوله قديمه للنادي الاهلي. اكيد، وانا بقول انا بحيي اللعيبه دي لان الظروف اللي احنا عشناها وما بين ان المباراه تتلعب وما تتلعبش والظروف العصبيه، تاكد ان الضغط العصبي اللي احنا عشنا فيه لمده 3 ايام صعب جدا، يعني ده بيبقى يعني ضغط عصبي ومجهود على جسمك اكتر من اي مباراه بتلعبها، لو حتى مباراه صعبه جدا كان في ضغط عصبي على اللعيبه. لكن انا كانت محاضرتي مختلفه خالص، انا قلت لعيبه النادي الاهلي انا عمري ما حطيت ضغط عليكم النهارده، النهارده انا بحط ضغط عليكم، بقول لكم الكيان ان احنا بنلعب عشانه ده كيان ثابت، الناس بتروح وبتيجي والاسماء بتتغير لكن الكيان ثابت، فلابد ان احنا نعمل للكيان، ونفسي كمان الجماهير تبقى متضامنه معانا. وبوجه رساله للالترس بقول لهم انتم مهمين جدا بالنسبه لنا، لابد ان احنا نتكامل مع بعض، لابد يكون في لغه حوار لان صعب جدا الفرقه تبقى من غيركم وفي نفس الوقت انتم من غيرنا برضو الامور صعبه، فده اللي احنا بنتمناه في الفتره الجايه. وبقول الحمد لله على المكسب بتاع النهارده طبعا وبهدي للشهداء. المباراه القادمه امام نادي الزمالك رغم ان هو مش منافس ولكن ستظل مباريات الاهلي والزمالك مباراه قمه. مباراه قمه طبعا وبفكر فيها بمنتهى الجديه، لكن تفكيري بالعقل لان انا عندي لعيبه كتير عندها انذارات لو اتوقفت هتحرم منها في السيمي فاينال، فمش هخاطر والعب بيهم، احاول اكسب المباراه، احاول اقدم مباراه كويسه، لكن المخاطره مش هتبقى موجوده خالص في المباراه ديت. كل تفكيري هيبقى ان شاء الله احاول اعمل نتيجه ايجابيه، لكن هيبقى تفكيري الاساسي في السيمي فاينال ان شاء الله. فكرت في موضوع ابو تريكه ولا لسه ما خدش وقت منه؟ ربنا يسهل. يعني اكيد ما دام مراسلينا بيبحثوا عن لقاءات لارسال رسائل، ولكن قبل برضو ما اجي لكم عايز اختم بكلمه في الحته دي، مزايدات